وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية، إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وكان في تلك الكورة رعاة يحرسون حرسة الليل على رعيتهم، فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. تتلون البسمة عدم عصافير، عيدين العذراء شو همو، بسلام غافي الليل بكير. يا نور العالم اللي جاي، خلاص حب وعهد جديد، بتقول الحكاية ملاك، أو العيون مريم الحلوين، أو الأشخاص عم يندهوا بسمك، أو يمكن عم تتبسم إلنا لبيوتنا الكللتا بالنور. عمان وإيد الله معنا، معنا تتنتهي الدهور. يا نور العالم اللي جاي، خلاص وحب وعهد جديد، بتقول الحكاية تمت فيك المواعيد. يا نور العالم اللي جاي، خلاص وحب وعهد جديد. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلاً مقمطاً مضجعاً في مذود، وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. لملاك أو العيون مريم الحلوين، أو الأشخاص عم يندهوا بسمك، يا نور العالم اللي جاي، خلاص وحب وعهد جديد.
جديد بتقول حكاية.